أول مشاركة لفيلم أردني بهذا المهرجان العريق، حدثنا عن الحماس وعن فرحتك أنت بشكل شخصي أمجد. يعني زي ما بقولوا إنه الحماس ما له حدود، نعم خصوصا اللحظات يعني مع التحضيرات الأخيرة للفيلم وطاقم العمل اللي عم بده يروح هلا على كان، والتحضيرات الأخيرة للعرض العالمي الأول في مهرجان كان يعني لا يوصف. نعم هلا احنا عشان نوضح، هو بينافس بقسم تحديدا اسبوع النقاد، صحيح؟ سمان دي لا كريتيك اللي هو أسبوع النقاد. نعم ممتاز. وهذه الدورة 76 لمهرجان كان، هل كان في عندك توقع لوصول إن شاء الله ولد لهذا المستوى وهذه النوعية من المهرجانات اللي هي في مصاف طبعا المهرجانات، وقديه صار في عند هذا الحراك المهم ثقافيا وسينمائيا؟ في الواقع ده أنا ما في يعني، وأنا عم بعمل الفيلم ما بيكون عندي توقع معين، بيكون تركيزي مصبوب أكثر على إنه العمل يطلع متقن، القصة تطلع متقنة وتوصل للناس ويحبوها ويقدروا إنهم يتعلقوا في الشخصية ويلحقوا القصة الإنسانية. ففي البداية بكذب عليك لو انه ما كان انه مثلا حلم انه طبعا الواحد يروح على المهرجان كان، لانه هو المهرجان الاهم عالميا. بس خلال التحضير والكتابة والهذا بيكون تركيزي مصبوب اكثر على القصة وعلى انه ممكن يطلع هذا العمل متقن. نعم، وهذا الإخلاص اللي أنت عم تذكره، الإخلاص للقصة الإنسانية اللي حبيت توصلها وتصورها من خلال هذه العدسة هي اللي وصلتك لهذا المهرجان. تقدر تحكي لنا أكثر عن إن شاء الله ولد وهذا الفكر المجتمعي فيما يتعلق بترسيخ الفكر الذكوري اللي حبيت توصلها من خلال الشاشة الكبيرة؟ في الواقع هي قصة امرأة أردنية بتجد حالها في مكان لازم فيه تدافع عن حقها في بيتها وتربية بيتها، في مجتمع بطالب إنه يكون في عندها مولود ذكر لتحقق هذا الإشي. نعم فهو القصة هي قصة إنسانية بنلحق فيها شخصية نوال اللي بتمثل شريحة كبيرة من النساء في الأردن وفي الوطن العربي وفي العالم. نعم يعني صحيح هي قصة بتدور أحداثها في الأردن، لكن في الواقع هي بتمثل عدم تساوي الأجور في أوروبا أو في أمريكا. نعم فهو هي يمكن أنا عم بحكي عن قصة بتعنيني شخصياً، آه بس بنفس الوقت هي بتعكس الوضع الذكوري اللي عم بتعيشه المرأة في العالم بشكل عام. نعم، يعني أنت وصفته أنه مجتمع ذكوري قمعي، بس في جانب مهم أنت بتسلط عليه الضوء أمجد، أنه إحنا دائماً بنطالب مؤسسات الدولة بالتغيير، بس أنت حكيت من خلال فيلمك ومقابلاتك التغيير يبدأ من المجتمع قبل مؤسسات الدولة، صحيح؟ طبعا 100% التغيير بالفكر أهم إشي، التغيير بالفكر والتغيير في وإعادة التفكير في رواسخ إحنا دائما بنقول عنها عادات وتقاليد وأشياء لا يمكن تغييرها. بس الفيلم بيطرح أسئلة، وهي أسئلة بتحفز المشاهد إنه يعيد التفكير في كيف احنا بنتصرف بحياتنا اليومية، ما هي الأشياء اللي متعودين عليها من فترة، هل هي هلأ صالحة لزماننا في الوقت الحالي أم لا. هدف الفيلم الأساسي بالنسبة إلي هو تحفيز المشاهد لأنه يفكر. نعم أنا في وجهة نظري احنا في وقت نحتاج نفكر فيه أكثر، صح نحتاج نطرح فيه أسئلة أكثر. فهذا هو كان الهدف نعم الرئيسي.
بالفعل بنهنيك على هذا العمل، ومجرد يعني وصولك هو نجاح بحد ذاته، وخصوصا أمجد أنه عم نتحدث أنه هذه تجربتك فيما يتعلق بإخراج فيلم روائي طويل هو الأول، وأنه من خلال 5 أسابيع إحنا نتعرض لهذه المشكلة المتجذرة منذ عقود ونوصل لأهم هذه المهرجانات. فحدثنا أيضا عن هذه التجربة الأولى، أنت كان لك تجارب مهمة كأفلام قصيرة مثل ببغاء وغيرها، وصلت لمهرجانات مهمة، لكن بفيلم روائي طويل بقسم له علاقة بالنقاد، حدثنا أكثر عن بالفعل قديش إحنا هون بنحكي مايلستون، هاي خطوة واسعة للمشهد السينمائي الأردني. أول إشي كان ردة الفعل من المشهد السينمائي الأردني، اللي إحنا عبارة عن عائلة، يعني إحنا مش كتار. هذا المشهد هو كلنا بنعرف بعض، فكان الدعم والحماس من كل المتواجدين في المشهد، ابتداء من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، كان نعم رائع جدا. فحسيت إنه هي فرحة وطنية يعني، وهذا الإشي أسعدني جدا، نعم لأنه بالفعل إحنا أي إشي بنعمله بالبداية حابين نمثل الأردن بشكل جيد بكل المجالات. فبمجالي أنا حسيت إنه إنجاز، بنفس الوقت هو مهرجان زي ما حكينا ضخم جدا، طبعا مسؤوليته كبيرة جدا، تمثيل الأردن فيه هي مسؤولية كبيرة جدا، نعم وإحساس بهذه المسؤولية شوي تقيل، خصوصا إنه الفيلم الأردني الأول صحيح صحيح. في هذا المهرجان. قد ايه زي ما انت حكيت كل المجال والصناع صاروا يدعموا بعض لنوصل نعم لقسم واحد، انه عندنا احنا فكر وقلم وانتاجات تقدر تنافس. يعني حتى دعم الهيئة الملكية للأفلام لك كان مهم أثناء عملية طبعا الإنتاج والتصوير اللي استمرت 5 أسابيع أتوقع، صحيح؟ نعم، كان تصوير 5 أسابيع. بس بنفس الوقت هاي المسؤولية بتيجي مع زي ما قلت لك تقول، لأنه هلأ عم بفكر بالمشروع اللي جاي لازم مسؤولية يكون طبعا. أو بمستوى أفضل إن شاء الله. يعني هو مشاعر مختلطة. نعم. طيب لكل الناس واليوم الشباب اللي بيحلموا بسينما وفيلم ويعني اسم يوصل لهيك مهرجان، في شباب بيكونوا بادين مشوارهم متخبطين خايفين انه مستحيل انا اقدر اوصل وانافس، اليوم انت وصلت، فشو بتحكي للشباب؟ ما في شيء طبعا مستحيل، وانا مش عم بحكيها بطريقه رومانسيه ابدا، عم بحكيها بطريقه عمليه جدا. الاحلام تتحقق بس بالمثابره، بالتعلم، بالقراءه، بدها مثابره كثير كثير، بدها طوله بال كثير كثير. ويعني انا هذا الفيلم اللي بشتغل عليه 6 سنين، هو مش عمل صار بيوم وليله، طبعا وبنفس الوقت تضافر جهود عديدة. يعني أول إشي الفيلم كان معظم الكرو اللي فيه هو كرو أردني، اللي هو من أكثر الطواقم العمل في مجال السينما حرفيا في الشرق الأوسط، وممكن أقول حتى في العالم. يعني إحنا معروفين قديش الطاقم العمل عندنا قوي. طبعا So, المثابرة 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 لتحقيق الحلم هو أهم إشي. صحيح، هي كلمة مثابرة يمكن عن جد هي كلمة السر. أمجد لكل المهتمين أنهم يحضروا إن شاء الله ولد، وكل اللي بيشجعوا يعني هذا النجاح، شو بتحكي لهم كلمة أخيرة؟ بحكي لهم ادعوا لنا بالتوفيق، ان شاء الله انه الفيلم ينال اعجابكم، ان شاء الله انه عن قريب راح يكون له عرض طبعا في الاردن. بتمنى انه الدعم، وانه احنا نحاول دائما نشوف ونفكر بقصصنا بطريقة مختلفة.
كل الشكر لك، كل التوفيق، رفعت راسنا يا أمجد وفرحتنا. أمجد رشيد مخرج فيلم إن شاء الله ولد، نورتنا وشكرا لوجودك معنا بفرنسا عبر زوم. شكرا 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 على الاستضافة. شكرا لك. شكرا أمجد.